اهلا بيكم في فيديو جديد مع مجلة الحياة. هنعرف معاكم النهاردة اسرار عن حياة الفنانة هند رستم ومعاناتها من صغرها وسبب الخلاف اللي كان بينها وبين فاتن حمامة وعلاقتها برشدي اباظة وصلاح ذو الفقار وكمان سبب وفاتها. تابعوا معانا الفيديو للاخر. الفنانة هند رستم هي واحدة من كبار نجمات العصر الذهبي اللي مش من السهل نسيانها أبدا. لقبت بملكة الإغراء ومارلين مونرو الشرق وكانت مميزة بين بنات جيلها. اتولدت يوم 12 نوفمبر سنة 1931. اسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد. اتولدت في الأسكندرية حي محرم بيك، وكان والدها ضابط شرطة. اتولدت في أسرة أرستقراطية مصرية تركية من أب تركي وأم مصرية. والدها كان معروف بالصرامة والقوة، وعانت هند مع والدها كتير من صغرها بسبب قوته وصرامته، لكن معاناتها دي انعكست عليها وورثت من والدها قوة الشخصية والعناد والاعتزاز بالنفس حتى قبل ما تعرف طريق النجومية، لدرجة ان سماها المخرج حسن امام عند رستم. واخدت من والدتها الجمال والرقة لانها ارتبطت بيها طول حياتها، وخصوصا بعد انفصالها عن والدها. دخلت المدارس الألمانية والفرنسية لكن ما كملتش تعليم، وخرجت من المدرسة لما بقى عندها 13 سنة بسبب كتر تنقل والدها. وبعد انفصال والدها ووالدتها عاشت مع والدها وزوجته وعانت جدا من قسوتهم. بعدها عاشت مع والدتها وزوجها وارتبطت بيهم جدا وحبت زوج والدتها أكتر من والدها. أما عن حياتها الخاصة، تزوجت مرتين. المرة الأولى كان عندها 19 سنة من المخرج حسن رضا، تزوجوا عن قصة حب وأنجبت منه بنتها بسنت وهي عندها 20 سنة، وانفصلوا بسنت عندها 5 سنين في هدوء بسبب اختلاف وجهات النظر. وبالرغم من انفصالهم ربطتها علاقة صداقة مع أبو بنتها، وكانت حريصة جدا إن بنتها تكون على تواصل مع والدها وإخواتها من والدها. والزواج التاني كان بعد انفصالها بخمس سنين، تزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت التمثيل وتفرغت ليه ولبنتها بسنت. وبعد وفاة فياض عانت هند رستم من اكتئاب شديد انتهى بوفاتها بعد اقل من سنتين من وفاته، وتوفت يوم 8 اغسطس سنة 2011 في مستشفى كبيرة في الجيزة، وكان سبب الوفاة ازمة قلبية. اشتهرت هند رستم بملكة الإغراء في الخمسينات، لكنها ما كانتش بتحب اللقب ده لأنه حصرها في أدوار الإغراء، وهي كانت شايفة إن ده دلع مش إغراء. قالت بسنت بنت الفنانة هند رستم إن والدتها كانت علاقتها كويسة مع كل زميلتها، لكن الفنانة فاتن حمامة كانت بتغير منها، وإن والدتها اعترضت على لقب سيدة الشاشة المصرية اللي لقبت بيه فاتن حمامة، وقالت يعني هي سيدة الشاشة أمال إحنا نبقى إيه؟ وأضافت كمان إن الفنان رشدي أباظة كان بيحبها جدا، وكمان صلاح ذو الفقار، وطلبوها للزواج لكنها رفضت. قدمت هند رستم أكتر من 74 فيلم سينمائي، وكان أول ظهور فني ليها سنة 1947. بدأت مشوارها الفني كومبارس لمدة دقيقتين في أغنية اتمختار يا خيل، كانت راكبة حصان ورا الفنانة ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد. وبعدها جالها أدوار صغيرة لحد ما قابلت المخرج حسن رضا وتجوزوا، بعدين بدأت نجوميتها في السينما. وكان آخر أعمالها فيلم حياتي عذاب سنة 1979، وبعدها اعتزلت التمثيل نهائي. وبكده يكون فيديو النهاردة انتهى. أتمنى يكون عجبكم. مع السلامة، ونتقابل في فيديو جديد.